سائل بيسأل: أنا بشطب شقتي، بجيب الصنايعي، أقول له تاخد كام؟ يقول لي سيبها على الله. سيبها على الله ما رضاش يقول. أنا أقول له حاجة من الاتنين، لازم تحدد معاه سعر أو تفوضه هو يحدد السعر. لو حددت معاه، طب لو ما حددتش ولا فوضته، يبقى أنتوا الاتنين بتقسموا وبتاكلوا حرام. نهى النبي عن الغرر، نهى النبي عن الجهالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن حد يتعامل مع حد ومش محدد السعر، وده هيؤدي بعد كده لحالة من العداوة بينكم. طيب لو انت حددت له السعر هياخده، ما حددتلوش السعر هتفوضه، ما دام فوضته هو اللي هيحدد سعره. لو سعر المحارات من 20 و30 وهو حدد 30 هتدفع له وانت ساكت. انت تعترض لو فوق ال 30، فوق اعلى سعر. فانا نصيحتي ما تشغلش، ما تفوضش حد، وخد وحدد الثمن، يا اما ما تشتغلش معاه، لان ده غرر وده جهاله. جزاكم الله خير. رأي هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.